بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم وحلقه جديده. حلقه النهارده رحله الاسراء، الاسراء والمعراج، وهنبدا باسباب الرحله. احنا دلوقتي سنه 10 من بدايه رساله النبي صلى الله عليه وسلم، النبي سنه 50 سنه. حصلت رحلة الطائف بكل ما فيها من صعوبات على النبي صلى الله عليه وسلم، بكل الإيذاء اللي تعرض إليه النبي، زي ما كانت السيدة عائشة بتسأل النبي: إيه أصعب حاجة قابلتها من الناس يا رسول الله في كل حياتك؟ هل غزوة أحد؟ قال لها: لأ، رحلة الطائف. ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بالحجارة، يعني يوم كان صعب جدا جدا، 100 كيلو رايح على رجليه، 100 كيلو راجع على رجليه. في نهاية الرحلة النبي صلى الله عليه وسلم رفع إيديه للسماء ودعا بالدعاء اللي ناس كتير حفظاه: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب العالمين، أنت رب المستضعفين، وأنت ربي. لغاية في الآخر أم قايل: إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. يعني يا رب كل اللي حصل لي ده بس ما تبقاش أنت زعلان. فكانت رحلة الإسراء رد سريع جدا: لا يا محمد، مقامك عالي، إذا كان أهل الأرض أذوك تعال شوف مقامك في السماء عظيم قد إيه. طب ما ليه حصل له اللي حصل له في الطائف؟ علشان نعرف قد إيه الإسلام غالي، عشان نعرف النبي قد إيه ضحى، عشان إحنا نطلع منتميين للإسلام، عشان نعرف إن النبي رفض العنف رغم كل الإيذاء اللي تعرض إليه. وكأن كان هدف الرحلة ثلاث حاجات: أول حاجة تكريم النبي، النبي وصل لمكانة لم يصل إليها إنسان من قبل ولا ملك، لأن حتى سيدنا جبريل هنشوف بكرة في المعراج، النهاردة هناخد الإسراء وبكرة المعراج، قال له: يا محمد أنا ما أقدرش أصل إلى المنزلة اللي أنت وصلت إليها. فالرحلة من أهدافها التكريم، من أهدافها الترويح عن النبي، الطبطبة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن شاف كتير قوي وإذاء كتير قوي. شوفوا ربنا سبحانه وتعالى لما يحب عبده يكرمه إزاي. ده مقام النبي، لكن انت كمان، انت كمان على قدك. لو الدنيا تعبتك وانت راضي لربنا، لازم يحصل ترويح على قلبك، لازم يتطبطب عليك، لازم ربنا يرضيك. ربنا في عليائه، وانا اللي قد كده هو يهتم بحجمي وانا قد. انت من عباده، انت احسن واعظم مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى. انت الفاكهه بتاعه الكون، انت ثمره الكون. لو الكون شجره فالانسان هو الثمره بتاعه الشجره. انت غالي على الله للاسف اكتر ما انت متخيل. مهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم من اهداف الرحله التكريم، من اهداف الرحله الترويح عن النبي صلى الله عليه وسلم. الهدف الثالث للرحله وهو مهم قوي: حفظ التسامح في قلب النبي. ما يتغيرش قلبك عليهم يا رسول الله، خلي قلبك رحيم وحنين عليهم زي ما انت، ما يتغيرش قلبك باللي كل حصل، اديك هذا التكريم كله. فدي اهداف الرحله. تعالوا نعيش مع القصه. النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي بدايه الرحله، بيقول: فبينما انا نائما في بيت عتكه بنت عبد المطلب عمته، او في روايه اخرى في بيت ام هانئ اللي هي بنت ابو طالب عم النبي، اخت علي بن ابي طالب، جاءني جبريل فأيقظني وأخذني إلى الحرم للكعبة، فطفت بها، ثم أتى بالبراق، كائن أول مرة أشوفه، وهو دابة أبيض فوق الحمار ودون البغل، بين الحمار والبغل، قريب كده من شكل الحصان، عجيب جدا، يضع حافره عند منتهى طرفه، مطرح مع إنه الجيب يكون الحافر بتاعه هناك، فحملني عليه وخرج معي لا يفوتني ولا أفوته مع بعض حتى وصلت إلى المسجد الأقصى. يا الإسراء من المسجد الحرام للمسجد الأقصى. نقف هنا بقى شوية ملحوظات جميلة وهامة. الملحوظة الأولى: الرحلة دي حصلت في منتصف عمر النبي، في منتصف رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، بين مرحلتين. النبي عنده 50 سنة وابتدى رسالته عنده 40 سنة وتوفى عنده 63 سنة، بين مرحلتين. خلاص النبي بعد الرحلة دي هتبدأ مقدمات الهجرة للمدينة، فكأنها في آخر المرحلة المكية وبداية التمهيد للمرحلة المدنية، في منتصف رسالة النبي، بين المراحل، بين كأنها محطة استراحة من آلام الماضي ومحطة انطلاق للمستقبل، المستقبل اللي هي المدينة. حاجة مهمة قوي في الحياة: لما تيجي في حياتك تنتقل من مرحلة لمرحلة، خد فترة تأمل، خد فترة هدوء،
خد رحلة، اعمل ليه؟ علشان تستعد نفسيا لما هو جديد وترتاح مما هو ماضي، عشان المكنة ما تسخنش، عشان مكنة دماغك، إنما طول ما أنت عايش في الدنيا عمال تهري في دماغك، تهري في دماغك، تهري في دماغك، ما بتقفش لحظة أنا فين؟ بعمل إيه؟ رايح فين؟ الحكاية دي مهمة قوي للإنسان. ربنا سبحانه وتعالى خلى رحلة الإسراء والمعراج تعمل كده مع النبي صلى الله عليه وسلم. شوف كلمة فخرجت مع جبريل لا يفوتني ولا أفوته، يعني النبي عمره ما يعيش في الحياة لوحده، النبي دايما يا إما مع صديق العمر أبو بكر، يا إما مع شريكة العمر السيدة خديجة، يا إما مع جبريل في رحلة زي دي. أنت مين اللي في الدنيا لا يفوتك ولا تفوته؟ هل ليك إنسان في الدنيا تقدر تقول ده صديقي في مشوار العمر؟ مراتك، صاحبك، أبوك، اوعى تعيش لوحدك. النبي معاش مشوار الحياة لوحده، النبي اللي هو مستغني ممكن عن، اوعى تعيش لوحدك، ماليش حد، دور على حد، اوجد صديق، اوجد، غير طريقة معاملتك مع مراتك عشان تبقوا صحاب. اصل لو بقيت انت ومراتك الصحاب هتحبوا بعض، لكن طول ما انتوا بس ادينا اسمنا متجوزين بس مش صحاب، لازم يبقى لك صديق في الحياة. الحياة وحشة قوي يا جماعة من غير ما يبقى لك حد لا يفوتك ولا تفوته. طيب دي النقطة التانية. النقطة الثالثة المهمة، البراق. ايه البراق ده يا جماعة؟ البراق ايه ده؟ ده اسمه متاخد من كلمة تانية، البرق، البرق اللي هو يظهر ويختفي يا جماعة، يضع حافره عند منتهى طرفه. ده كائن ربنا نزله الأول مرة، مش موجود في الكائنات اللي على الأرض، نزل للنبي صلى الله عليه وسلم، اسمه البراق. أما اسم غريب شوية، ده فيه لمحة عايزة تقول لنا حاجة. وبعدين يعني يضع حافره عند منتهى طرفه؟ أنت منتهى طرفك عينك تجيب كم كيلو؟ عينك وانت على المحور تجيب الهرم، تجيب 25 كيلو، العينين العلم بيقول تجيب من 25 كيلو ل 30 كيلو، عينك. البراق عينه جابت 25 كيلو راح. يا نهار ابيض، فوصل هناك فعينه جابت 25 كيلو فراح. يعني من مكة للقدس اللي هي آلاف الكيلومترات، الطيارة بتاخدها في ساعتين، هو ياخدها في دقايق. أنت متخيل؟ إيه ده؟ دي لمحة إيه؟ أنت عايز تروح فين؟ دي حاجة بتكلمنا على سرعة الضوء. دي أول لفتة في التاريخ على اللي العلم وحيكتشفوا الفيزيائيين بعد كده على فكرة سرعة الضوء. ده الإسلام بيقول يا علماء حركوا دماغكم، أنا بلفت نظركم لناحية علمية من خلال قصة حصلت لمحمد صلى الله عليه وسلم، كائن نزل من السماء خدوا في رحلة عشان انتوا بعد كده تحركوا عقولكم ويتحرك الخيال العلمي، ان الله ده في وسائل انتقال ممكن تكون فوق اللي احنا متعودين عليه. فيطلع عباس بن فرناس في الاندلس متاثر برحله الاسراء والمعراج، فيحاول الطيران لغايه ما يوصل الاخوان رايت في امريكا ويعملوا الطياره اللي بتطير. هل رحله الاسراء والمعراج من محركي الفكره دي؟ انا بدعي كده. البراق، سرعه الضوء، الإسلام ده، الإسلام دي مش مجرد رحلة عادية، دي عايزة تفتح أفاق علمية جديدة. طيب ده البراق. الحكاية اللي بعد كده، نقطة بعد كده مهمة جدا، هو الهدف من الرحلة الإسراء ولا المعراج؟ إيه الهدف؟ إيه؟ تكريم النبي. طب ما هو تكريم النبي المعراج، طب ما ليه الإسراء؟ لازم تروح المسجد الأقصى يا رسول الله، مصر النبي، عشان يفضل كل مسلم فاكر ليوم القيامة إن ده مصر رسول الله، عشان يبقى في دم كل مسلم أنا منتمي لهذا المكان، ده مصر رسولي، عمري ما حنسى القضية، عمري ما حنسى القدس، عمري ما حنسى المسجد الأقصى. لازم محمد صلى الله عليه وسلم يروح المسجد الأقصى، يا على فلسطين وعلى المسجد الأقصى وعلى القدس. إيه الرحلة دي؟ دي رحلة الإسراء كلها رموز، انتوا واخدين بالكم؟ دي عمالة تخبطنا يمين وشمال، خلي بالك من هنا وخلي بالك من هنا وخلي بالك من هنا. طب تعالوا نكمل أكتر من كده. إيه اللي أكتر من كده؟ هو الإسراء ليه في التوقيت ده؟ يعني هم بيكذبوا النبي، تقوم تيجي حاجة تخليهم يكذبوا أكتر، دي عملية صعبة قوي. طب مش كانت تحصل في المدينة والناس مصدقاه، لكن تحصل في مكة؟ تحصل في مكة. ليه؟ منتهى التحدي عن قصد. انتوا مش مصدقين إن الوحي بيجيله من السماء للأرض؟ طب هو هيطلع بقى من الأرض للسماء صلى الله عليه وسلم. عايز تقول لنا إيه؟ عايز أقول إن رحلة الإسراء بتقول لابد أن تدركوا قدرة الله، عظمة الله، كن فيكون، مالك الملك، مالك السماوات والأرض، صرخة في مواجهة المادية زي ما عيسى كان صرخة في مواجهة الدولة الرومانية المادية. لغاية إمتى هتفضل المادية مسيطرة عليك؟ هناك كون يملكه الله يفعل به ما يشاء.
الإيمان بالإسراء والمعراج جزء من الإيمان برسالة النبي والإيمان بالله. طب والإسراء والمعراج كان بالروح ولا بالجسد؟ بالاتنين، كل العلماء بيقولوا كده، بس في بعض الناس بتقولك لا أكيد مش بالجسد، إزاي هيطلع في الفضاء؟ أكيد بالروح، بس عشان هم عندهم مشكلة مع التصديق بفكرة كن فيكون. وبعدين أكيد بالروح والجسد لسبب موجود جوه القرآن. بصوا الآية بتقول إيه؟ ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. الرؤية جت 4 مرات، الرؤية من مختصات الجسد مش من مختصات الروح. الرؤية عملية مادية بتاعة الجسد، رحلة الإسراء والمعراج كانت بالروح والجسد. تعالوا نكمل بعد الفاصل. رحلة الإسراء ومصر النبي من المسجد الحرام للمسجد الأقصى، ركب النبي صلى الله عليه وسلم البراق ومعه سيدنا جبريل، هيروح من المسجد الحرام للمسجد الأقصى في ثواني، لأن البراق يضع حافره عند منتهى طرفه. أنا بقول يا جماعة أن رحلة الإسراء والمعراج مش رحلة خاصة بالنبي، دي رحلة خاصة بالإنسانية كلها. ليه؟ لأنها نقلت الإنسانية من فكرة الأسطورة اللي هو التحرك في الزمان والمكان بسرعة خرافية لفكرة الممكن. لأن بعد رحلة الإسراء والمعراج علماء المسلمين في الأندلس بدأوا يقولوا الله، هو إيه البراق ده؟ إيه سرعة الضوء؟ إيه كذا؟ إيه كذا؟ وكمان الآية اللي بتقول يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقدار السماوات والأرض فانفذوا. فبدأت العقول تتحرك، لكن للأسف مش المسلمين اللي طلعوا الإبداعات بتاعة الانتقال في الزمان والمكان. اللي مش مصدقين في رحلة الإسراء والمعراج في الغرب هم اللي طلعوها، والمسلمين ما طلعوهاش. لكن الفكرة الرحلة حركت الخيال. العجيب إن النبي بيقول إن هو لما رجع من رحلة الإسراء والمعراج لقى الفراش بتاعه دافي، يعني ما سابوش وقت طويل أبداً. ومش عايز أدخل في العلم، بس أينشتاين بيقول بمنتهى الوضوح إنك كل ما بتتحرك بسرعة رهيبة كل ما الزمن يتباطأ في الفضاء، وانت طالع الزمن يتباطأ 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 لغاية ما توصل لسرعة الضوء يبقى الزمن صفر. هل ده ما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ معرفش، بس اللي أنا عايز أقوله إن فكرة البراق، فكرة الانتقال السريع، حركت خيال العلماء. ابني عمر عنده 10 سنين، لما حكيت له رحلة الإسراء والمعراج جالي تاني يوم قال لي يا بابا أنا عندي فكرة عايز أكتب فيها قصة للأطفال. هو طفل يعني. قلت له إيه يا عمر؟ قال لي عايز أخترع طائر، الرواية يعني، إن طائر اخترعته أنا وأخوي علي بنتنقل بيه للماضي ونروح بيه للمستقبل. الولد حلم بالفكرة. ليه المسلمين ما بنوش على الحاجات العظيمة اللي حصلت في حياة النبي؟ هل مش مصدقين؟ ولا ايه كلام بنسمعه؟ ولا مصدقينه بس مش عايزين نشغل دماغنا؟ الولد الصغير شغل دماغه في الفكره دي. طيب اتحرك النبي صلى الله عليه وسلم، الروايه بتقول فاستصعب البراق على النبي، والنبي جاي بيركبه استصعب عليه، فقال جبريل اسكن يا براق، فوالله ما ركبك على وجه هذه الارض خير من محمد. شوف مقام النبي صلى الله عليه وسلم. الرحله كانت بالليل ما كانتش بالنهار، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. اشمعنا بالليل؟ هل الليل وقت الصفاء القلبي؟ عشان كده قيام الليل بالليل. صلوا بالليل يا جماعة، بالليل في إقبال على الله عجيب، يقبل عليك الله ويكون قلبك. صلوا ركعتين قبل ما تناموا، ممكن تجرب الحكاية دي، حتى لو صليت التراويح ركعتين قبل ما تنام مع الله، يقذف الله تبارك وتعالى نور في وجهك ونور في قلبك. جرب جرب. طيب هيوصل النبي صلى الله عليه وسلم من الإسراء من مكة لغاية المسجد الأقصى. وصل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد الأقصى، تخيل رسولك في المسجد الأقصى. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. باركنا حوله اللي هي فلسطين كلها، لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. ده مكان غالي قوي، اوعوا تنسوا المسجد الأقصى يا جماعة، لازم يفضل في قلبكم لازم. وعجيب يا جماعة، أي قضية لأرض حصل عليها مشكلة اتنست بعد 50-60 سنة. الهنود الحمر في أمريكا اتنسوا، المهاجرين لأستراليا اتنست، الموضوع بتاع الموطن الأصليين، إلا فلسطين عايشة لغاية النهاردة. ابني علي طلب منه في المدرسة يقدم بروجكت عن حاجة علشان ينجح فيها في تانية ثانوي، فكانت النتيجة انه قال لي انا هعمل فيلم عن حقنا فلسطين والمسجد الأقصى والقدس
والفيلم أنا نزلته، عمل فيلم على صفحتي على الفيسبوك. إيه ده؟ إزاي ولد عنده 14 سنة أنا ما بكلموش كتير في الموضوع؟ بس القضية ما بتموتش، القضية حية وهتفضل حية، ودي من معجزات الله. فلسطين مش هتموت والمسجد الأقصى مش هيموت أبدا في عيون المسلمين أبدا. وصل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد الأقصى، نزل من البراق، أم رابط البراق في حلقة من حلقات المدخل بتاع المسجد. يا رسول الله ربطته ليه؟ ده البراق ده نازل مخصوص عشانك، هو هيمشي؟ النبي طريقته كده، الإتقان. النبي كل تصرفاته قايمة على الإتقان. النبي ما بيعيش إلا بالطريقة دي. تاخد كم من عشرة في الطريقة دي في حياتك؟ كل حاجة بتتقنها دي سنة النبي. سنة النبي مش شكل وبس، سنة النبي مش ركعات قبل الظهر وقبل المغرب وقبل العشاء، لا لا لا، سنة النبي أكتر من كده بكتير، أخلاق وإتقان وإدارة وإصلاح في الحياة. سنة النبي ربط البراق. على فكرة الحيطة اللي ربط فيها النبي البراق اسمها حائط البراق، هي دلوقتي اللي اسمها حائط المبكى، حولوها لحائط المبكى، هي نفسها الحيطة اللي النبي صلى الله عليه وسلم ربط فيها البراق. دخل النبي المسجد فإذا بمفاجأة. إيه المفاجأة؟ المسجد مليان على أخره. مليان على أخره مين؟ أعظم اجتماع في التاريخ. مين دول؟ الأنبياء من أول آدم لغاية عيسى مجتمعين مع النبي، مجتمعين في المسجد الأقصى. هو غالي المسجد الأقصى على ربنا كده، ما اجتمعوش في المسجد الحرام، في المسجد الأقصى. عددهم كام؟ النبي في حديث آخر بيقول لنا أن عدد الأنبياء 24,000 نبي و300 رسول، كلهم متجمعين في المسجد الأقصى منتظرين حضور النبي. أعظم اجتماع في تاريخ البشرية. سيدنا آدم أهو، وسيدنا إبراهيم أهو، وده سيدنا سليمان أهو، وسيدنا عيسى أهو. أنت متخيل الاجتماع عمل إزاي؟ إيه اللي نزلهم؟ هل ضربت الماضي بالحاضر المستقبل؟ هل الإسلام هو الخيط الذي يربط الأديان، المشترك بين الأديان، عشان الإسلام هو اللي حيرحم وهو اللي حيتعامل بتعايش مع الأديان كلها؟ هل المسلمين فاهمين كده؟ المسلمين فاهمين ان احنا الخير للبشرية وللأديان كلها، ولا شايفين ان احنا الأساتذة اللي عايزين نسيطر؟ هل احنا اللي نؤمن بيه ان احنا شركاء لا أوصياء، وان كنتم خير أمة أخرجت للناس بالخير بالعطاء، مش بأستاذية المنظرة، لا، مش بالاستعلاء، لا 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 لا. كل الأنبياء موجودين، يا نهار أبيض. وإذا بسيدنا جبريل حنقف نصلي ركعتين، تقدم يا محمد. النبي حيصلي بكل الأنبياء إمام؟ عندنا حديث في السنة لا يؤمر الرجل في بيته، يعني لما أجي لك بيتك ما صليش أنا الإمام، حتى لو أنا حافظ أكتر منك، صاحب البيت هو اللي يصلي إمام. مين اللي صلى إمام؟ النبي. يبقى مين صاحب البيت؟ سيدنا سليمان واقف، وسيدنا داود واقف، اللي هو بيقول لك المسجد الأقصى لا ده هيكل داود، واقفين بيصلوا ورا النبي. وسيدنا إبراهيم واقف، وسيدنا موسى واقف، صلى النبي بيهم ركعتين. يا على مقام النبي صلى الله عليه وسلم، يا على رحلة الإسراء والرموز اللي نتعلم منها. استفدت إيه؟ هتحب المسجد الأقصى؟ شفت اللي حصل؟ مرتبط بالنبي صلى الله عليه وسلم، فخور انك مسلم، منتمي للاسلام. دي كلها كانت معاني عايزين نقولها. تعالوا نكمل بعد الفاصل. في اخر رحله الاسراء سيدنا جبريل جاب النبي صلى الله عليه وسلم اناءين، واحد فيه لبن وواحد فيه خمر، وكان لسه الخمر ما اتحرمتش، وقال اختر يا محمد، يعني شوف عايز تشرب ايه. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم اللبن، فابتسم جبريل وقال هديت إلى الفطرة وهديت أمتك إلى الفطرة. يا جماعة بنص القصة دي الخمر حرام جدا. يا جماعة من فطرة كل مسلم، من غير ما تقولي أصل اليومين دول بيقولوا أصل الخمر مش عارف في آراء بتقول إيه، لا أصل اجتنبوه، مش هو ده المقصود بيها. جواك من فطرة جوا مسلم بنص القصة دي أنت عارف إنها حرام. هديت إلى الفطرة، فطرة كل مسلم مش محتاجة مفتي، فطرة كل مسلم باينة قدامه، ضميرك حيوجعك. الخمر أم الكبائر، مفيش حد بيعمل ذنب إلا وراه خمر. الخمر من أكبر الكبائر اللي تغضب ربنا سبحانه وتعالى. لو شربت خمر هتعمل كل الكبائر التانية. اوعى شباب تمشي ورا كلام بيقولك أصل لا أصل إحنا مش فاهمينها صح. قال هديت إلى الفطرة وهديت أمتك إلى الفطرة. خلصنا الإسراء، بكرة المعراج إن شاء الله. بس تعالوا نختم بدعاء. يا رب يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا ندعوك ونرجوك ونسألك أن تمن علينا قبل أن نموت بصلاة في المسجد الأقصى،
اللهم من علينا قبل أن نموت بصلاة في المسجد الأقصى، اللهم لا تمتنا حتى تتم لنا حجة في بيتك الحرام، وزيارة لنبيك صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وزيارة للمسجد الأقصى. اللهم من علينا، اللهم إن نبيك أخبرنا أنه لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، المسجد الحرام ومسجد النبي والمسجد الأقصى. اللهم لا تمتنا حتى نزور الثلاثة. اللهم من علينا بعمرة وحجة قريبة. اللهم اجعلنا على الفطرة. اللهم إنا نعوذ بك من كل الحرام، نعوذ بك من الخبائث ما ظهر منها وما بطن، نعوذ بك من الخمور، نعوذ بك من كل ما يغضبك. اللهم تب علينا الآن، تب على كل شاب أو فتاة يفعل المعاصي، اكتبنا الآن من أهل الجنة. اللهم إن كان يسمعنا الآن شاب أو فتاة مصر على معصية فأخرجها من قلبه الآن، وأمتنا على الفطرة وأحينا على الفطرة، واحشرنا مع النبي نبي الفطرة يا رب. استجب. آمين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. أشوفكم بكرة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.